احنا النهارده هنعمل افوكادو ميلك شيك بالكاجو. فخليني اقول لكم المكونات اللي معانا النهارده. انا معايا لبن، معايا ايس كريم فانيليا، عندي عسل، عندي شويه افوكادو متقطع، واخيرا عندي الكاجو. طيب هنبتدي الاول بالكاجو. خلينا هنحطه تحت فوقيه الافوكادو والعسل. هضيف عليهم اللبن عشان اديهم ضربة كده قبل ما نحط الايس كريم في الاخر. انا كده خلصت ضرب في الخليط واديته شوية وقت عشان اتأكد ان الكاجو كمان كله اتضرب. اخر حاجة هنحطها هتبقى ايس كريم الفانيليا. هنديله اخر ضربة كده نبقى خلصنا الافوكادو بالشيك. خلينا بس هنصبه في الكاسات بتاعتنا.